المرور والمراوغة. مهدي النغمي ضاعت منه الكرة رجعت من جديد. مهدي النغمي تمريرة أمامية فرصة فرصة صلاح الدين عقال. هذه تمريرة داخل منطقة العملية عبد السلام بن جلون محاولة المرور والحكم ماذا يقول؟ ضربة جزاء ضربة جزاء من جديد لصالح فريق الجيش الملكي بدون تردد. ضربة جزاء الثانية جولة واحدة يعني الحكم ما ترددش تماما على انها ضربة جزاء لصالح عناصر فريق الجيش الملكي مع بطاقة صفراء يعني يمكن نقول اليوسفي يونس اليوسفي يحصل على بطاقة صفراء وضربة جزاء جديدة الثانية في اللقاء الثانية في اللقاء. عبد السلام بن جلول طول نوعا ما الكرة الأمام وكان التحام بينه وبين اللاعب ديال فريق المغرب الرياضي الفاسي. السلطة التقديرية الحكم عريش خلته يعلن على ضربة جزاء بعد سقوط عبد السلام بن جلون كما تمعنا في التدخل الماضي وبالتالي قال على ان ضربة جزاء. نذكر بانه ضربة جزاء هي ضربة جزاء رقم 6 هذا الموسم اللي اعلن عليها الحكم عريش. مصطفى عريش يعلن عن ضربة جزاء ثانية في اللقاء أولى ضاعت الثانية الآن. هذا عبد الرحيم الشاكير عبد الرحيم الشاكير ضربة جزاء مهمة ومؤثرة في المقابلة صراحة لأنه آخر شيء ينتظره فريق المغرب الرياضي الفاسي هو أنه تكون ضربة جزاء أو لا يجي هدف أو لا عليه. فريق الجيش الملكي الآن وعبد الرحيم الشاكير بالذات يريد الاستفادة من هذه الكرة أنه غيحاول ينفذ الآن. عبد الرحيم الشاكير ويسجل هدف أول هدف أول لعناصر فريق الجيش الملكي عن طريق عبد الرحيم الشاكير. أضاع صلاح الدين عقال ضربة جزاء الأولى وعبد الرحيم الشاكير يسجل الهدف الأول في هذه المقابلة يسجل الهدف الأول في هذه المقابلة هدف ممتاز ولو أنه الحارس أيضا ممتاز. طبعا الكيناني اللي مجمع الكرة شوف شوف الكيناني مشل الكرة ربما البعض كان يعتقد بأن الكيناني ممكن يصد ولكن ممتاز الشاكير. هذه كانت ميليمترية كانت في الزاوية الأبعد وأرضية وبالتالي هدف لصالح عناصر فريق الجيش الملكي 1-0 1-0 كرة ملعوبة داخل منطقة العملية فرصة ممتازة هدف لصالح فريق المغرب الرياضي الفاسي هدف التعادل. موسى تيغانا اللي كان داخل منطقة العمليات كانت ملعوبة بشكل ممتاز. غادي نتابعوا اللاعب اللي تمكن من وضع الكرة في الشباك هل هو دوس سانتوس ام مامية. تحضير من جانب عناصر فريق الجيش الملكي لكرة ممتازة محاولة للدخول من جانب المهدي النغمي. المهدي النغمي فرصة تصويبة هدف ممتاز للجيش الملكي هدف عن طريق المهدي النغمي بطريقة جميلة ممتازة رائعة يضع الكرة في الشباك هدف ممتاز جاء بطريقة رائعة جدا. المهدي النغمي يعني اللي رفع الكرة ديالو على الحارس بتقنية لوب ويضع الكرة في شباك من بين أجمل الأهداف بالدوري الوطني المغربي صراحة. صويبة ممتازة صويبة رائعة صويبة في شباك ديال الحارس حارس فريق المغرب الرياضي الفاسي طبعا الكيناني. يمكن نقول بأنه هدف جميل وجميل جدا.